السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ معكم يونيس محمد. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، بغيت نشارك معكم، بغيت نصايب فطيره اللي كتجي طريقتي. المهم على بركه الله غنبدا بالمقادير. كناخد زلافه ديال الدقيق الابيض، غنقرب له، غنقول لكم نفس الوقت ندير المقادير. غندير معلقه ديال زيت العود، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال حليب بودره، كما قلت لكم معلقه صافي. من بعد ما درت الزيت والزبده والحليب البودرة، صافي غنضيف شوية الملحة، بسم الله. نبغى يديرها في الاول يديرها، شي مشكل، انا كنت نسيتها. صافي هذه هي الحشوه ديالنا. خديت حبه ديال البصله، بصله حدا شويه طبيب الكمون، وغنضيف شوية الخرطوم، وغنضيف شوية سكنجبير، وغنضيف شوية الهريسة غير شوية، غنضيف شوية زيت العود، غنشحرها مع بزيت العود، يا بسم الله، غنخلط هاد المكونات ديالي كلهم. صافي دابا من بعد ما خلطت المكونات كلهم، غنديرهم دابا باش يتشحروا مزيان، بعد غنرجع معاكم. صافي هي الحشوة ديالي، من بعد ما ضابط وخليتها تنشفات حتى تجي بحال هكا تكون ناشفة. اللي بغا يضيف الزيتون ندير لها الزيتون، ولا المهم، ولا واحد على حسب. المهم انا درت لها بحال هكا،
ديرها كتجي بنينه وكتجي زوينه. صافي غنخليها واحد شويه، مازال تبان لي ناشفه مزيان. غادا نسرحها. صافي هي العجينه ديالي من بعد ما خمرات، غنجمع شويه. صافي ندير لها شويه الدقيق باش ما تلصقش، وغنسرحها. هذا الشكل غنضيف لها الدقيق وغنسرحها مزيان، كتجي مسرحة باش ما تجيش لينا غليظة. صافي من بعد ما سرحت مزيان، حيت الصاج رقيقه، نجيب هذا الشكل. صافي غنمدل الحشوه ديالي وندير بحال هكا. هيا نسرح بهذا الشكل. صافي خديت مونزاليلا، اللي بغا يدير فرماج احمر يدير فرماج احمر. هيا انا درت مونزاليلا، نحكو بهذا الشكل مباشره، نحك على الفطيره ديالي. بحال هكا نبدا نجمعها بحال هكا، وغنثنيها ثاني ثانية ثاني بحال هكا. انا نثنيو ونورك عليها باش ما جيناش لعجينة غليظة. صافي من بعد ما كملتها ندير بحال هكا، وغنهز هاد الجنب ندير بحال هكا، نهز هاد الطوا. صافي دابا ملي درت الفطيرة ديالي في اللاطا، نقطع بهذا الشكل. هيا من بعد ما قطعتها غندير لها هذا الشكل، ندير لها بحال هكا. صافي
صافي دابا نديرها بحال هكا كلها وغندهنها بالصفر البيض صافي ونخليها حتى تخمر وعاد غنديرها في الفران باش تفوق ها هي الفطيره ديالنا من بعد ما طابت بهذا الشكل ها هي غير كتكون فيها الحشوه الداخل شفتوها هيا كتكون محمره من تحت هذا هو الشكل النهائي ديالها الى عجبكم الفيديو ديروا اشتراك وديروا لايك حتى الفيديو المقبل ان شاء الله يلا بالصحه والراحه